ناظر سيتي فسد ذكوسا اتحضار ايجو مرقي ادو العنوان اللي غادو يسم دور مغاربه العالم في التنميه المحليه. هذا سوقات كريم من مجموعه من شخصيات البارزه زي مغاربه العالم في مجالات وميادين مختلفه. تكريم ويتا يتجاس التحفيز الدعم التشجيع لمزيد من العطاء خماره الانجازات ذا المسار اكن اكنوس قارب رخو ايثما ذي السماء يعزن الشخصيات المكرمه ذي اللقاء ونيتا. المناسبه للوطني المهاجر ضمن الجمعيه نظرنا الزو بشراكه ايغ البرنامج بريم ذا مجلس جهه الشرق ولايه جهه الشرق وكذلك جماعه الناظور يجوا مرقي حول دور مغاربه العالم للتنميه المحليه. الفكره النس هو انه نعاد شخصيات يجن تميز كل جندي المجال النس دي ديار المهجر نيويثن حما انه ذا خسيون المسار نسن اولا وكذلك كتسيون خمين بوذا انه تقدم يهندين نسن تندين تجن عمس وتون تهم دي التنميه بشكل مباشر او غير مباشر تسيور خ المستقبل خ الحاضر وتصن حوايج. واحسن حاجه هو انه تو غادي يجن ذا مرقي يجن جدد دي الروابط جاء المجتمع المدني في هندين تنظى وكذلك يذنغ في أوروبا. نتمنى ياسن يجن المسار موفق وإن شاء الله أمرقية أذيري كل سنة حماد نحاول أنه زيز نصفق تصل المشاريع نغطسل الأفكار نغطسل الشركة يجان بوذا العانن العجلة التنمية في هندين تنظى وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنشكر الجهة المنظمة على هذا اللقاء الناجح بجميع المقاييس والتسيير الاحترافي اللي بصم عليه الزميل ديالنا السي محمد العلالي. هي مناسبة لتوطيد أواصر الصداقة مع واحد العدد ديال الوجوه التي لم نلتقي بها منذ مدة، وهي مناسبة كذلك لذكر واحد العدد ديال الإنجازات اللي تحققت منذ سنة 2003 عقدين من الزمن ديال الإرادة الملكية السامية بجعل العاشر من غشت يوم وطني للمهاجر. الحمد لله الكفاءات المغربية كتحقق كتبصم على واحد البصمات كبيرة في مجموعة من الميادين. تحققت واحد العدد الإنجازات ولكن الانتظارات ديال مغاربة العالم كتبقى كبيرة إن شاء الله. الحمد لله كنتمناو الخير في الأيام القادمة وشكرا جزيلا. السلام عليكم. اولا خصنا نشكر اللجنه ديال لاسوسياسيون نظري نازو على الانفيتاسيون ديال نغين نهار هذه المناسبه لو جور ناسيونال دي زيميرو دي جن حاجه تصبحن سواتاس تي شي جن لا موتيفاسيون اي لي زيميرو اي جن اكستيريور المغرب اي مغربيين تاوا النظاي جن باري تندنتنسن ادسن وذك المجهودات تم قرانين باش تسكادن تندنتنسن نهار على افونيغ. السلام عليكم. شقنا يا بكتاري زكريا نهار الاخ اللي خيا من دوسين اتصن ني مغربيين زي باري المغربي كاين شركه نسن ديال المغرب خصوصا اني تدي النظا عجبي الحرطاس كاني حضان اني كن المجهوده ما حدا كن الاجتماع اذا قامون ندني سدني تمارا نسور خطص الحوايج من دي كون عزات المشاكل اللي كان سيمانتينو يخضانايا فح زي سنطاس تشكاخ ماري اني اورغانيزان منايا ديني اذا نخي عاونني كان خي بدن ما حدا نوض ماني نوض مينوتا. شكرا نطاس والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الحاوي رئيس مؤسسه حوار في هولندا تواجد خذي النظا نهارات مناسبه اليوم الوطني للمهاجر يمدكر النخ يتجن دي الجمعيه نظري نازو الشركاء كيتسن الاصدقاء ينضمن منايا الاعلاميون اذا خيت سواران اذا غيسيو ظن الكلمه يا مرض الاصدقاء مرض طوال النظر نفحنا مرقه كيتسن الجمعه نخ النظر من جديد من اجل انفكار ايغويويا ما مش نحل المشكله يا ايغانخ التنميه النظر لان النظر التصل انتقاداتي جن سوا نخ شويتوها فنشي نمشي الكلمه نخ بان النظر تندين تنخ مهما كانت الظروف مهما كانت المشاكل مهما كانت العوائق لا بد خصا وجن سواروها وانما انفكار ايغويويا ما مش غير في الحلول والحلول ان شاء الله دايرين الحوار قويويا تخطيط المشاريع غير الانسان مش درس ني كيجن كريمين ودي تكريم بان الانسان 5 مليون مغاربه العالم يتجن مع لي كوريجني ترك واحد يتاود الفكره هذيك مشروع خيري مشروع انساني مشروع تنموي يثمغ في النص انفرسي النتيجه بقى غاس نقطعوا تنوم دائما متعه وعباده فالمتعه استمتع سنظار ذا المغرب النخ العزيز لكن لابد التسلسل فكره شكس العائله اتقدم يجن البصمه التجديد شارنش ديارف ذي الحي ما يزيد غض لابد اتخذ مذ باش تاك حظ تقدر يجي العمل ازس حس الضمير انه مرتاح تقدم مذ يجي حاجتي تواضنش باركز جوور نطس خدمت النظا يحوجك نوى الطس. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. شعيب الرمضاني بريزيدو فوتسال تايجرز رورموند في هولندا تشكاي وذن ينظم النهار وذن يجين تكريم الطس وذن الحمد لله يخدم زي الجاليه يخدم ذي بارا مهنسن وتويد النتيجه الحمد لله نتمنى ان شاء الله رخدمني ديبار غتقول ردا التجربه ني غارنا وسرخدت ني غارنا نازو ان شاء الله ما ريض كل جندي الدومين نس ان شاء الله باذن الله هذه نسقع الطمه ان شاء الله.